الخبر أول اللي عدنا عن نور مارو رد على أحمد أبو الروب. فبعد المشكلة اللي صارت بيناتهم، وبروب نزل هذا المقطع وتهجم بيه على الجلادين، وبعد طلع نور مارو نزل على سبب الانستغرام هذا الستوري اللي تهجم بيه على أحمد أبو الروب، ورجع مرة ثانية أحمد أبو الروب وطلع شوية ستوريات على سبب الانستغرام ورد بيها على نور مارو. حاليا نور مارو قرر إنه يرد للمرة الثانية. نور مارو طلع أحد البثوث على التيك توك، وبهذا البث المباشر صار يرد بيه على هذا الموضوع ويكشف بيه شو سبب تنزيله لهذا الستوري، ويقول إنه أحمد أبو الروب هو تهجم على متابعينه وصار يسبهم، وهو هذا الشيء مقبل عليه رغم إنه يحكي عليه ولكن ما حب إنه يذكر اسمه. عمود من شهرة أكثر وصار هنا أكثر على كل راح تكون الستوريات تشوفوها. في ناس قرطوا عليكم، وانا اصلا ما ذكرت اسمهم ولا لمحت عليهم ولا 1%. اول شيء شماشرون، ثاني شيء شماي توسخ سمعتي من وراهم، فمشان هيك انا ما ذكرتهم ولا شيء، انا بس مجرد كتبت. وانا كتير امبارح انزعجت لانه انغلط عليكم، يعني انغلط عليكم مو علي، انا علي صار لهم زمان بيحكوا هيك مطنش، بس انه يغلط عليكم مستحيل، فمشان هيك امبارح انا كتبت هيك. اما انا ما ذكرته ولا شيء، وما انا اصلا انا اتوسخ سمعتي من وراه ولا انا اصلا شيء، عرفت شلون؟ فمشان هيك ما بعرف لحالكم بتحللوا لحالكم كذا. فاكتبوا لنا احبابي بالكومنتات اشتركوا بهذا الخبر ورد نور مار على احمد ابو الروب. الخبر الثاني عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر. فأول يوتيوبر عدنا هو وسام تيكت. فوسام تيكت نزل على سبب الانستغرام شوية ستوريات، وبهذه الستوريات اعلنت من خلالها انه راح ينزل مقطع جديد هو وسام، راح يصورونه هواية مقاطع. بعد نزل هذا الستوري اللي من خلاله انه راح ينزل مقطع اليوم، راح ينزل الساعة بالاربعة. اكون راح احطكم هذه الستوريات اللي حابين نشوفها كامل. والله ساعة بيصور ستوري، اول ما كبست الزر اجتني العطسة. على كل انتبهت انه تعليقاتكم كانت على فيديو اليوم الاغلبية انه الفيديو بس 4 دقائق، استنينا من السبت للسبت واخر شيء فيديو بس 4 دقائق. لهيك بكرة راح يكون في فيديو، وبيسان هلأ جاية رغم الحظر، ما بعرف كيف زبطت اذن، وراح تجي راح نصور لكم فيديوهات، مشان هيك بكرة راح يكون في فيديو تاني. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا هو نور مارو. نور مارو نزل على سبب الانستغرام شوية ستوريات، وبهذه الستوريات اعلن من خلالها انه قاعد يحضر لنا مفاجأة خرافية راح تنزل بعيد بعد رمضان، وده يقول مفاجأة كلش نار، راح احطكم الستوريات تشوفوها. طيب نور ليش متحمس؟ طيب بنقول لكم الصورة، انا كيف بحس الرسالة بتجيني، ليش متحمس يا نور وطلعان وهيك وما فرحان؟ لأنه اليوم راح شفت المفاجأة اللي جاية لكم بعد رمضان إن شاء الله. فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شنو تتوقعوا المفاجأة اللي محضر لنا اياها نور مارو وشنو هي بالضبط؟ الخبر الثالث اللي عنا على اغاني اليوتيوبر. اول شيء بالنسبه للريدر فنزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات، قلت كان بامكاني ان انهي كل المحتوى، خليتكم شويه منه حتى تعرفون ايش قد هو بيض ويغث. وبعدها كتب لي جوا، اكو عالم باليوتيوب تحب يجيها انتقاد واهانه، والله هذا الشيء غريب، بس بالعيد راح انطيكم عيديه حلوه. طبعا واضح انه الريدر يقصد احمد ابو الروب بكلامه، وهو اساسا اعلن عن هذا الشيء بالمقطع اللي سويته وياه انه راح ينزل اغنيه ديستراك بالعيد. بالنسبه لليوتيوبر الثاني فهي شدن، فشدن نزلت على سبب الانستغرام هذا البوست، وبهذا البوست كان بيه اعلان او البرومو الاغنيه الجديده راح تنزل اليوم، المفروض اكون راح احطكم البرومو شوفوا. شو صعب يا قلب الام. فاكتبوا لنا احبابي بالكومنتات الاغنية من متحمسين اكثر بين شدن وريدر. الخبر الرابع اللي عدنا عن تهجم متابعين نارين بيوتي على نور ستارز. في نور ستارز نزل على حسابها بالانستغرام هذا البوست، وبهذا البوست كان بهذه الصوره، وكان عاد حبايب كل قاعد يستهزئ بها بعد المشكله اللي صارت بينها وبين نارين بيوتي، ويقول هدموا هذه حقيقيين وقاعد يتخذون ملابسها او هيك شيء، وقاعد يتمسخرون عليها. بلاكم يا حبايب هذه الصوره يا حبايب قدامكم، اكتبوا لنا بالكومنتات هل تستحق التهجم اللي تعرضت له او لا، والتنمر اللي تعرضت له او لا. الخبر الخامس اللي عدنا عن نور ستار وهل هي مرتبطه. فنور ستار نزلت على سبب الانستغرام هذا الستوري، وبهذا الستوري تابعها واحد من المتابعين قاعد يسالها ليش انه نسيتك شوي متغير وصار عاطفيه بزياده، بتقول قصه طويله والتفاصيل كثيره يوما ما ستعرفون. وبعدها نزلت هذا البوست، وبهذا البوست كانت كاتبه عيوني بتحكي بس انا عيوني بتفضح. طبعا واضح يا حبايب والاغلب صار يشك اساسا انه هي قاعده تحب واحد، انه هي ارتبطت في هذا، قاعده تلمح بهذه الستوريات والبوستات. فاكتبوا يا حبايب بالكومنتات شنو تتوقعوا الموضوع، هل هو فعلا ارتباط او لا. وبس والله وصلت المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تحطوا لايك في القناه حبايب من زمان مو واصلين 20000 لايك. اتمنى كل واحد قاعد يتابع المقطع حطوا لنا لايك، خلينا نوصل 20000 30000 لايك، ما راح تخسرون شيء، مجرد لايك حبايب ما راح يخسركم شيء. بس جاكم فيزي من ختمك القصص، مع السلامه.